أحد المستمعين يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 22، عشت مع أخي الأكبر وزوجته، وذلك بعد وفاة والدي وزواج أمي من شخص آخر، وقد كفلني أخي وعمري 3 سنوات، رباني هو وزوجته حتى بلغت هذا السن والحمد لله. السؤال: هل يجوز لي السلام على زوجتي أخي أو الجلوس معها بدون خلوة؟ وما حكم المصافحة باليد علما بأنها في سن أمي ولها من الأولاد من هم في قرابة سني؟ وهل تعتبرها من الرحم؟ أفيدوني جزاكم الله خير. زوجة أخيك أجنبية منك، ولكنها أحسنت في تربيتك وأنت صغير، فلها الأجر إن شاء الله، وأنت أيضا تبر بها وتحسن إليها. أما قضية أنها من محارمك فليست كذلك، هي ليست من محارمك ويلزمها الحجاب، ولا يجوز لك الخلوة بها ولا أن تصافحها، بل يجب أن تعتبرها امرأة أجنبية من غير محارمك. وأما الإحسان إليها ومكافأتها عما فعلت معك فهذا أمر راجع إليك، ومطلوب أن تقابل الإحسان بالإحسان، لكن ليس من الإحسان أن تعتبرها محرما لك. نعم.